وشوشة. عندي إن شاء الله مسلسل عفاريت عدلي علام للأستاذ عادل إمام، وعندي مسلسل هو هي وهو مع أكرم حسني وأحمد فهمي. بصي مبسوطة جدا أكيد، يعني أعتقد أي حد مكاني يبقى مبسوط، يعني أنا من زمان نفسي أمثل مع أستاذ عادل إمام، فالحمد لله يعني فرصة كويسة جدا، ويا رب الدور يبقى حلو، يا رب يعجب الناس. دي بتحصل دايما، يعني إن دايما بيبقى فيه تيم أو فريق وبينفصل، بس هو حقق نجاح كبير جدا في فيلمه اللي فات، فربنا كرمه جدا. فلا بالعكس انا مبسوطه جدا ان انا همثل مع الفيلم ده المسلسل صراحه. اخر ديك في مصر اول فيلم ليه. بالنسبه لي يعني رمضان الشغل معاه ممتع جدا، وبعدين احنا عاملين مسلسل مع بعض، فلا الكواليس هايله، بالذات ان استاذ عمرو عرفه يعني من احسن الشخصيات اللي قابلتهم في حياتي، فلا انا بجد حقيقي مستمتعه جدا مع استاذ عمرو، ومبسوطه جدا ان انا كنت معاه في الفيلم ده. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب السنه الجديده يبقى فيها خير لكل الناس، وحب وسلام لكل الناس، يا رب كل الناس تحب بعضها، وسنه سعيده علينا ان شاء الله يا رب. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org